على الهاتف دكتورة نادية زخاري، الأستاذ بالمعهد القومي للأورام، وزيرة البحث العلمي سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني عايزين نعرف من حضرتك بشكل عام معدل إصابة السيدات بسرطان الثدي، هل هي في ازدياد ولا بدأت ولا في ثبات ولا بدأت تقل حول العالم، يعني وخصوصا بعد حملات التوعية؟ هو ما فيش شك ان السرطان عموما النسبة بتاعته بتزيد حول العالم، لكن ما اقدرش اقول ايه غير ان من كل 100 مريض اورام ثدي في مصر، سوري، من كل 100 مريض سرطان في مصر منهم 31% بيصابوا بامراض الثدي. ولازم افرق لان الكلمه دي بتقلق الناس جدا. انا ما بقولش 31% من التعداد اللي موجود في مصر، لا، انا بقول 31% من مرضى السرطان عموما ثلثهم بيكون اورام الثدي، وده السرطان نمره واحد بالنسبه للمراه طبعا. نعم، سرطان الثدي يعني كنا بنسمع، انا ما اعرفش الكلام ده علمي ولا لا، ان هو يعني من اخف انواع او اورام السرطانات، او انه سهل علاجه عن اي سرطان اخر او ورم اخر، هل المعلومه دي صحيحه علميا؟ نص المعلومه صح، وهقول لك ازاي نص المعلومه صح. احنا عندنا حاجه اسمها الوقايه والاكتشاف المبكر للاورام. الوقايه مش معناها ان انا همنع تماما ان السرطان يحدث، لكن الوقايه معناها ان انا هكتشفه بدري. لو انا اكتشفته بدري قبل المرحله الاولى او في المرحله الاولى، نسبه الشفاء بتكون 96%، وسهله جدا زي ما حضرتك بتقولي، ورم وبيتشال، وقد لا تحتاج المريضه بعد كده انها تاخد علاج كيميائي او علاج اشعاعي. لكن كل ما بهمل وكل ما بكتشفه متاخر نسبه الشفاء بتقل، لحد ما بتوصل الى انها بتكون النسبه 6% او اقل في الحاله المرحله الرابعه، اللي هي خلاص انا ما اكتشفتش وفضلت متعايشه معاه لحد ما انتشر في الجسم كله. اذا دي فايده ان انا اكتشفه بدري. وهنا كمان انا احب اشكر رئيس الجمهوريه ووزاره الصحه، وزيره الصحه، على 100 مليون صحه اللي هي الهدف منها الاكتشاف المبكر للاورام، لان طالما انا اكتشفته مبكرا اصبح الشفاء زي ما بقول لحضرتك بنسبه 96%. طيب ايه سرطان الثدي النقيلي او المرحله الرابعه ده؟ يعني ايه ده؟ ده بالضروره بيكون المرحله اللي بعد كده، ولا الاكتشاف المبكر بيمنعها من ان هي تحدث؟ لا، المرحله الرابعه دي اللي انا ما اكتشفتوش بدري، وابتدى الاول ينتشر في الغدد الليمفاويه اللي حوالين الثدي، وبعدين ابتدى ينتشر في ممكن في الرئه، في المخ، في الكبد، في اعضاء، في العظم. انا كل ما بينتشر كل ما المرحله عندي بتكتر. يعني ايه الفرق بين المرحله الاولى والمرحله الرابعه زي ما حضرتك بتسالي؟ المرحله الاولى ان هو لوكالايزد او مركز، حجمه صغير جدا، بيبقى في حدود من 1 لـ1.5 سنتي، ومركز في الثدي. فلما بتتعمل العمليه بتشال هذا الورم وخلاص، وممكن ان الست ما بتشيلش صدرها كله، بتشيل بس الورم. لكن كل ما بهمل اخش على المرحله الثانيه اللي هو يبتدي ينتشر في بقيه الثدي، المرحله الثالثه يبتدي ينتشر في الغدد البعيده عن الثدي كمان، الغدد الليمفاويه، ويبتدي يروح في المرحله الرابعه الى بقيه اجزاء الجسم، للمخ، للعظم. هنا بتبقى ما فيش سيطره عليه، بيبقى كانه وحش وتغلغل جوه الجسم. يعني كده ارجع اقول مهم جدا 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 ان كل سيده تعمل الكشف الذاتي لنفسها، واللي فوق الـ40 سنه تعمل الماموجرام. ولو عندي في الاسره، في القرايب من الدرجه الاولى، عدد كبير من يعني سيده او سيدتين او ثلاثه عندهم اورام ثدي، لازم اتابع اكتر كمان من مره في السنه.